نشرة أخبار الثانية وربع من صوت لبنان مع تحيات ميشيل الصيفي والمخرج سيمو مصور. عناوين النشرة: فتح حسابات الحملة الانتخابية، ماذا عن الثمانية المدرجين على لائحة العقوبات؟ الترسيم على قاعدة خذه كما هو أو ارفضه كاملا، وسامي الجميل دولة بلاراس. الموازنة داخل القصر واعتصامات خارجه. أهالي ضحايا تفجير المرفأ يدخلون قصر العدل. قرب فصل الشتي والبرد، ما إلكن إلا شركة عادل بو حبيب وشركاه الاختصاصيين والأوائل بموضوع التدفئة والشفاج من أكثر من 50 سنة، وكلاء حصريين لأهم وأجود الشركات بمجال التدفئة والطاقة الشمسية والتبريد، وأهم ماركة دوديتريش الفرنسية مع ضمان التوفير لغاية 30% بالمزود والغاز والكهرباء. شركة عادل بو حبيب وشركاه رائدي بمجال التدفئة الأرضية فلور هيتينج، وهي وكيلة ماركة هينكو البلجيكية الأولى بأوروبا. الأسعار مدروسة والصيانة بعد البيع متوفرة. شركة عادل بو حبيب وشركاه، جديدة المتن، نهر الموت، مقابل جسر السيتي مول. تليفون 01-87-00-87-01-87-00-82 أو 94. باب الترشيح للانتخابات النيابية يقفل منتصف الشهر المقبل. واليوم دعا تعميم لمصرف لبنان المصارف إلى عدم رفض فتح حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين إلا لأسباب مشروعة تتعلق بجرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. التعميم لم يأتي على كيفية التعامل مع 6 نواب حاليين ووزيرين سابقين مدرجين على لائحة العقوبات الأمريكية، وهم رئيس كتلة حزب الله النائب محمد رعد وعضو الكتلة النائب أمين شري، والنائب جميل السيد وعضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، والنائب القومي أسعد حردان المدرج على قوائم العقوبات منذ العام 2007، وعضو المردى يوسف فنيانوس، ورئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب. وإنفاذاً لقرارات وزارة الخزانة الأمريكية، أقفلت حسابات هؤلاء بالليرة اللبنانية والدولار الأمريكي في المصارف اللبنانية، وشملت الإجراءات رواتب النواب 6. إلا أن القانون اللبناني أوجد مخرجاً للملاحقين أمريكياً من خلال الفقرة 6 من المادة 59 من قانون الانتخابات، التي تنص على أنه عند تعذر فتح حساب مصرفي وتحريكه لأي مرشح أو لائحة لأسباب خارجة عن إرادة أي منهما، تودع الأموال المخصصة للحملة الانتخابية للمرشح أو اللائحة في صندوق عام ينشأ لدى وزارة المالية ويحل مكان الحساب المصرفي في كل مندرجاته. في الترسيم الكرة في ملعب لبنان، بعدما حمل الوسيط الأمريكي أموس هوكستين مشروع حل يقضي بتنازل متبادل بين إسرائيل ولبنان. تتنازل الدول العبرية عن خط هوف ولبنان عن الخط 29. الحل مشروط بفترة زمنية لا تتعدى الشهرين، وتقدم واشنطن خدماتها إذا رغب الجانبان عبر شركة تنقيب أمريكية لاستخراج الغاز الباطني من المناطق المتداخلة على أن توزع الإيرادات إلى جهتين لاحقاً. الواضح أن هذا الحل هو الأخير، وقد قدم للبنان على طريقة خذه كما هو أو ارفضه كما هو، وأرفق بإفهام لبنان أن الشركات العالمية لن تأتي قبل الاتفاق النهائي على الترسيم. رئيس حزب الكتائب سامي الجميل علق على موضوع محادثات الترسيم عبر تويتر كاتباً:
بكل دول العالم شخص واحد بيحكي باسم الدولة وبيفاوض عنا، بالأخص بموضوع بأهمية ترسيم الحدود. أما بالدولة الفاشلة، المفاوض الدولي لازم يفاوض كل المرجعيات السياسية والأمنية ويتحول لقاضي صلح بيناتهم. وأرفق تغريدته بهاشتاج دولة بلا رأس. في بعبدة بدأت جلسة إقرار الموازنة التي تأتي تتويجا لجلسات متلاحقة عقدت في السراي، ودون إقرارها الشوائب ليس أقلها السعي لرفع الدولار الجمركي مع بقاء الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص دون تعديل، ما سيخلق أزمة انكماش اقتصادي. كما أن المشروع لم يلحظ إعادة هيكلة المصارف والدين العام، واكتفى بمحاكاة شروط صندوق النقد الدولي من خلال زيادة الضرائب والرسوم من دون ترشيد الإنفاق وخفضه ضمن خطة إصلاحية. المزيد عن الجلسة المنعقدة في قصر بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية ميشيل عون مباشرة مع مروان الأدوم. نعم مروان. نعم ميشيل، التأمت جلسة مجلس الوزراء كما أسلفت هنا في قصر بعبدة طبعا برئاسة رئيس الجمهورية ميشيل عون وحضور الرئيس نجيب ميقاتي رئيس الحكومة والوزراء دافة. هذه الجلسة اليوم كما أسلفت هي عبارة عن خلاصة لكل الجلسات التي تمت في السراي الحكومي على مدى أسبوع كامل. جلسة اليوم كان قال عنها الرئيس نجيب ميقاتي إنها جلسة ستطول من أجل يعني الانتهاء من دراسة الموازنة وإقرارها وإحالتها إلى مجلس النواب. هناك طبعا يعني عدة مواد خلافية ونقاط خلافية يعني تستدعي من هذه الحكومة مناقشتها بحضور رئيس الجمهورية وفريق رئيس الجمهورية، وخاصة بموضوع الدولار الجمركي ويعني الرواتب في القطاع العام والقطاع الخاص. أما بموضوع صرخة الكهرباء فأصبح من البديهي والمؤكد بأن هذه السلفة لم تناقش ضمن هذه الموازنة. سلفة الكهرباء ستكون على حدة، هناك جلسة مخصصة الأسبوع المقبل يوم الثلاثاء، جلسة كهربائية بامتياز مخصصة لكي يقدم وزير الطاقة خطة الكهرباء الشاملة لكي يبنى على الشيء مقتضاه بموضوع السلفة. من المفترض أن تكون هذه جلسة اليوم جلسة مطولة تدرس كل خلاصات الأرقام التي توصلت إليها الحكومة في كل الجلسات التي عقدت في السراي الحكومي. هذا كل شيء أعود إلى خطبنا. وعلى مرمى سمع الوزراء اعتصم خارج القصر الجمهوري العسكريون المتقاعدون للحؤول دون إقرار مشروع موازنة لا يؤمن العدالة والمساواة بحد تعبيرهم. تراز الخوري تواكب الاعتصام مباشرة من محيط القصر الجمهوري. نعم تراز. نعم، يستمر اعتصام العسكريين المتقاعدين امام القصر الجمهوري في بعبدة للمطالبة بموازنة عادلة وبانصافهم اسوة بزملائهم في السلك العسكري خصوصا لجهة الموازنة. وكانوا قد التقوا ايضا وزير التربية عباس الحيلبي اي وزير الاعلام بالوكالة، وطلبوه برفع مطلبهم الى مجلس الوزراء وعدهم بالخير. لكن العسكريين المتقاعدين هنا يشرحون المعاناة الذين يعانونها، وقد قال أحد العسكريين لصوت لبنان لا نريد أن نبيع شرفنا فقد خسرنا كل شيء، وتوجهوا إلى زملائهم في السلك العسكري قائلين إن مصيركم لن يكون أفضل من مصيرنا. شو جايين تطالبوا اليوم؟ شو جايين تطالبوا؟ نحن جايين نطالب نطلع من المجال اللي حاطيننا فيها الدولة، المنظومة الحكم الفاسدة. تصوري انه هذه ما صار ببلاد العالم كلها، بلدان العالم انه عسكر قدام القوات المسلحة متظاهرة مشان تاخد اعاشة. شو هالازلال؟ شو هالمنظومة اللي عم تفتعل هالازلال مع حتى مع الدول الامنية مشان تفرطها لاكثر؟ هذه خطة ممنهجة ومدروسة.
إذن القوى العسكرية قدامى القوى المسلحة يطالبون أيضا بالطبابة العسكرية وبالمدارس فقد حرموا منها لسنوات وهذه هي السنة الثانية على التوالي ولم ينالوا هذه المستحقات ووعدوا بخطوات تصعيدية إن لم تستجب الحكومة لمطالبهم. هذا كل شيء. العودة إلى صوت لبنان. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رأى بعد انتهاء أعمال ترميم المكتبة الوطنية أن على اللبنانيين التعاون مع الحكومة لوقف الانهيار والعمل لإنجاز خطة نهوض تضع لبنان على سكة التعافي وتشرف على إجراء الانتخابات النيابية بموعدها. عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قووق رأى أن لبنان بات ساحة مستباحة للتدخلات الخارجية وفي مقدمها التدخلات الأمريكية والسعودية، حيث أن مسؤولين سعوديين وأمريكيين يجولون في مختلف المناطق ويعقدون لقاءات انتخابية لتحديد المرشحين وتركيب اللوائح وإدارة الحملات الانتخابية. واعتبر قووق أن خلاصة التدخلات الخارجية هي التحريض على حزب الله وبث الأكاذيب للتشكيك بموقفه من الانتخابات النيابية المقبلة، مؤكدا أن موقف الحزب الواضح والحاسم هو لا تأجيل ولا تطير للانتخابات، وهذا الموقف غير قابل لأي تأويل أو تحريف. نتابع النشر بعد الفاصل وفيها بريطاني يقاضي مصرفين لبنانيين. حوار أونلاين. شو هو دور المبادرة الكويتية الخليجية العربية لمساعدة لبنان؟ وشو دور المجتمع الدولي والبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي؟ وشو دور القوى السياسية لمواكبة القرارات الدولية؟ كل هيدي المواضيع وغيرها أنا بشارة خير الله رح نقاشها معكم بحوار أونلاين. انطرونا. حوار أونلاين مع جورج العلي الجمعة بعد نشرة أخبار 5:15 عبر صوت لبنان. في موشات المساء، هل تم التوصل فعلاً إلى خطة نهائية لتوزيع الخسائر؟ ومن قال إن المودعين لن يحصلوا على أموالهم قبل 15 سنة بعد فقدان 75% من قيمتها؟ أين أصبحت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟ وما هي علاقتها بالموازنة والدولار الجمركي؟ الجواب مع رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية الدكتور منير راشد. موشات المساء من صوت لبنان بعد نشرة 5:15. إعداد وتقديم جورج شاهين. تمكن أهالي ضحايا انفجار المرفأ من الدخول إلى قصر العدل وافترشوا الأرض في الباحة مطالبين بدعم العدالة والإسراع ببت طلبات الرد التي تعرقل مسار التحقيق ودعم القاضي طارق البطار لاستئناف عمله وتحقيقاته بعد كف يده لمدة شهرين بسبب بت طلبات الرد. كما طالبوا القاضي رولا نصري بعدم تمييع قضيتهم من خلال التأخير في البت بهذا الملف. نحن ما جايين نملي على القضاء شو اللي بده يطلع قرار، نحن عم نطلب شوي عجلة بملف بحجم ملف المرفأ. نحن طلبنا من القاضي سرعة، يعني رئيسي مصري صار لها تقريبا شهر أخذت هذا الملف وعم بتغيب، وهيدا نحن طلبنا منه شوية عجلة بيطمننا، لأن نحن كنا عتلينين هم إنها هي طالعة تقاعد، قالنا أنه لا مش مزبوط وتأكدنا أنه هي بآخر نيسان لتطلع تقاعد، يعني طلب منا أنه شوية وقت لتدرس ملفها أكتر شوي وتطلع قرارها. تربويا، لفت رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور عامر حلواني إلى أن راتب الأستاذ الجامعي بات يساوي 250 دولارا وقال لصوت لبنان: للأسف الحكومة أقرت المساعدات الإضافية بس ما قرشتها، وجينا على الموازنة، موازنة الجامعة بقيت هي ذاتها مثل ما كانت بال 2019 وقت كان الدولار بعده ب 1500، كانت تطلع الموازنة 250 مليون دولار. هذا بيعني انه نية الحكومة انه تبعك رواتب الاساتذة زي ما هي، وانه كل المصاريف التشغيلية اللي هي بالفريش دولار للجامعة ما فيها تدفع لا مازوت ولا ورق ولا محاضر ولا كل هالقصص هيدي، وهيدي لوحدها بتاخد الموازنة اللي هلا حاططها الحكومة.
فنحن احكينا مع معالي الوزير وبيقول هو مقتنع وجرب يقنع مجلس الوزراء ما اقتنع. في إطار المطالب التربوية أيضاً حضر وزير التربية عباس الحلبي إلى مكان اعتصام الأساتذة المتعاقدين في محيط قصر بعبدة ووعدهم بأن حقوقهم ستتم الاستجابة لها. وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام طلب من كل المحال والسوبر ماركت إيداع الوزارة أسعار السلع الرئيسية لديها كل يوم اثنين من كل أسبوع، وذلك لضمان حماية المستهلك ومنع استغلاله ومكافحة غلاء الأسعار. ذكرت صحيفة The International News الإلكترونية أن رجل الأعمال البريطاني اللبناني يقاضي بنك عودي وبنك SGBL بعدما رفض تحويل 4.6 مليون دولار من أمواله إلى حساب في سويسرا منذ العام 2019. وفي بيان صادر عن رئيس جمعية المصارف سليم صفير، أكد صفير أنه يتحرك على أكثر من جبهة في محاولة للحد من تداعيات الأزمة المالية على المصارف والمواطنين، كما إعادة تمتين العلاقات الدولية مع القطاع الخاص اللبناني عبر زيارات دورية ولقاءات مع سفراء آخرها مع سفير جمهورية لتشيك. كاريتاس لبنان يطلق حملة توزيع حليب للأطفال من الولادة حتى عمر السنة. راني عبيد والتفاصيل. في ظل انقطاع الدواء المستمر وحليب الأطفال، أطلقت رابطة كاريتاس لبنان بالتعاون مع مؤسسة One Voice Foundation وسكور كاثوليك حملة توزيع 39786 علبة حليب مجانية للحالات الخاصة من الولادة حتى عمر السنة. رئيسة جمعية طب الأطفال في لبنان الدكتور مريان مجدلاني تحدثت عن طبيعة الحملة. نحن كجمعية طب أطفال مثل ما قلت نشجع بين كل بدء الرضاعة الطبيعية، بس في كتير حالات أولاد بدها حليب مختص، اللي عندهم الكونستيباسيون، اللي عندهم الفلو، اللي عندهم كوليك. والجائحة الاقتصادية اللي اجت على البلد ما في لكم المعاناة تبع الأهالي اللي عم نعانيها نحن كطب أطفال، إنه خذوا هالحليب المختص ما عم بيقدروا ليه وما بيقدروا يدفعوا حقه تحت. بقى بدي شجع كل حكم الأطفال بلبنان إنه بليز وقت يجي لعندكم عيال عندهم حليب خاصة نحن كلنا بنعرفهم من تبعهم، فيز اكتبوا هالوصفة الموحدة، خلينا نتصلوا بالحط ثاني رح نعممها على كل أطباء الأطفال، وخلينا نتعاون مع كاريتاس لنوزع هالحليب ونخلي حياة أطفالنا بصحة أحسن. رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب ميشيل عبود وجه نداء عبر صوت لبنان إلى المعنيين والجهات المانحة. هلا لبنان بحاجة لنا، ما نندم بعدين إنه ما قدرنا عملنا شيء. كل شخص بيقدر يبقى على قيد الحياة، هذا بسببنا، إذا كنا نحن عم نقدر نساعده فما ننطر. عمل الطارق ما بينطر وما ننطر تنعطي كتير، قليل منك وقليل منه قليل مني بنقدر نعمل كتير. هذا الشيء اللي بدنا إياه، وخصوصا هلأ الحاجات على صعيدين، الصعيد الغذائي ناس بدها تاكل، وخصوصا على الصعيد الطبي دفع فرق مستشفيات، الناس مش عم تقدر تفوت على المستشفيات والمستشفيات مش عم تقدر تكفي. إذا بنقدر نساعد بعضنا هذا الشيء ما نقصر. الحاجة والعوز يسودان المشهد المعيشي اللبناني، ويبقى التعاون والتكاتف العنوان الأبرز. رانيا عبيد، صوت لبنان. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي دعم أي مفاوضات توفر الأمن وتحقق مصالح الشعب، مشددا على أن أوروبا والولايات المتحدة اليوم أمام اختبار حقيقي، وأشار إلى أن الحكومة الأمريكية الحالية لم تختلف بشكل عملي عن الحكومة السابقة. إلى ذلك لفت وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان من جهته إلى أن واشنطن والغرب أمام اختبار لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي. رأى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافراف أن انذارات الغرب وتهديداته لروسيا بشأن الأزمة الأوكرانية لا تؤدي إلى أي نتيجة، وقال في مستهل لقاء مع وزيرة الخارجية البريطانية في موسكو: لدى الكثير من زملائنا الغربيين شغف بهذا الأسلوب في التعامل، وأكد استعداد موسكو لتطبيع العلاقات مع بريطانيا على أساس الاحترام المتبادل. أكد مندوب روسيا في جنيف أن الغرب يستخدم ذريعة التهديد الروسي لزيادة تواجده العسكري بدول الجوار الروسي، بينما شدد رئيس الاستخبارات الروسي على أن لا خطط عدائية روسية لغزو أوكرانيا، لافتا إلى أن ما يروج غربيا مجرد كذب واضح. وفي وقت باشر الجيشان الروسي والبيلاروسي مناورات عسكرية مشتركة في بيلاروس تستمر 10 أيام بهدف الاستعداد لوقف وصد هجوم
سموم خارجي، وصف وزير الخارجية الفرنسي الوضع على حدود أوكرانيا بالخطير جدا، معتبرا أن هذه المناورات مؤشر على العنف. إلى ذلك ندد الرئيس الأوكراني بالمناورات العسكرية الروسية البيلاروسية باعتبارها وسيلة ضغط نفسي كما قال، والقوات المسلحة ستتدرب على استخدام طائرات مسيرة مضادة للدبابات القادمة من شركاء أجانب. وزير الدفاع البريطاني لفت إلى أن روسيا تعتزم بدء تدريبات استراتيجية نووية قريبا، محذرا من أن تحركات الكرملين تتجه في الاتجاه الخاطئ على الرغم من الجهود الرامية للتوصل لحل دبلوماسي. وكشف أن بريطانيا اطلعت على معلومات مخابراتية تشير إلى أن روسيا تعد خططا لتنفيذ عمليات كذريعة لغزو أوكرانيا، إضافة إلى شن هجمات إلكترونية وغيرها من أنشطة تزعزع الاستقرار. نجا رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة عندما أصابت عيرة نارية سيارته لدى عودته إلى منزله وسط صراع بين الفصائل للسيطرة على الحكومة. وأكد مصدر قريب منه أن الحادث محاولة اغتيال واضحة، مشيرا إلى أن المهاجمين لاذوا بالفرار. يأتي ذلك بعدما قال أنه سيتجاهل تصويتا في البرلمان لاختيار بديل له. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ الجو اليوم ماطر جزئيا مع انخفاض في الحرارة في المناطق الداخلية والجنوبية، أما غدا فالجو مشمس بصورة كلية مع ارتفاع بسيط في درجة الحرارة تصل أقصاها إلى 16 درجة. كان في هذه النشرة فتح حسابات الحملة الانتخابية، ماذا عن الثمانية المدرجين على لائحة العقوبات، الترسيم على قاعدة خذه كما هو أو ارفضه كاملا، وسامي الجميل دولة بلا راس، الموازنة داخل القصر واعتصامات في الخارج، أهالي ضحايا تفجير المرفأ يدخلون قصر العدل. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.